انها تتعمل فيها حاجه زي كده. هي طبيعه ربنا تسيبها كده طبيعه. هي جريمه، مش قادره اقول حاجه اكتر من كده الصراحه. ناس بيفتكروا ان دي حاجه تبع الدين، ودي حاجه الدين ما قالهاش، فهم لازم الناس تبقى عارفه كده. ما بلاقيلهاش مبرر الحقيقه، يعني في بعض الناس بتلجئ لها انها ليها مبرر ديني. ناس عايشه من ايام توت عنخ امون. ميس كونسبشن ديفنتلي اتس نوت ريليجيوس، ات از ذا كلتشر. لو بدانا بدري بوعي بلا نبعدهم عن كل مساوئ الختان، اعتقد الحمله دي ممكن فعلا بعد سنين ما يبقاش عندنا ولا واحده تتعرض لهذه المهزله من ختان الناس. مفيش اي نص شرعي يثبت ان في حاجه اسمها ختان، وانا ختنت عشان كده برفض اي حاجه اسمها ختان. انا مش هختم بنتي، وبناشد كل الاباء والامهات انهم يفكروا مليون مره قبل ما يعملوا الموضوع ده لبناتهم.